اسعد الله صباحكم بالف خير مشاهدينا، اهلا بكم معنا في هذه الحلقه اللي غادي نتكلموا من خلالها اليوم على تاخر سن الزواج بالنسبه للفتيات. الوقت تغيرات وما بقاوش البنات يتزوجوا على سن يعني صغيره 18 عام 20 عام، بل يعني اصبحوا كينتظروا حتى لواحد سن معينه عاد باش كيتزوجوا. طبعا هذا الموضوع غادي نتكلموا فيه مع دكتوره امال شباش. صباح الخير دكتوره. صباح النور عزيزه. كيف ما سمعتي في التقديم، طبعا ما بقاش يعني الوقت تبدلات او لا، يمكن عاود مع الاعلام ولينا كنعرفوا شنو واقع في الدنيا، فما بقاوش يعني الفتيات يتزوجوا في واحد السن اللي هي صغيره بزاف، يعني من دار باها للدار ديال الزوج ديالها. المراه دابا ليمونسيباسيون، دابا المراه كتقرا تتشتغل تتولي عندها اون كارير وتتفكر كذلك في الزواج، ولكن باقي هذه المساله تطرح مشكل في بعض الاوساط، لانه من خلال المكالمات اللي تلقينا كاين بزاف ديال الفتيات اللي هما يعني من اختيارهم ربما ما تزوجوش صغار، ولكن كطرح لهم مشكل مع العائلات ديالهم. تيقول لك ما تيخليونيش في افتقار، اللي تهضر معايا تيقول لي الله يسهل عليك، لدرجه كاينين اللي تيسمي واحد الكلمه اللي ما تنبغيهاش بزاف هي مساله العنوسه. يعني شنو اللي تيخلي الناس تدخل في بعضياتها بحال هكذا؟ يعني شي كيدخل في شغال شي ما عرفتش كيفاش غادي الكلمه ديال العنوسه هي واحد الكلمه خصنا نحيدوها من القاموس العربي. حيت كنحكموا على انسانه يعني بواحد الحوايج، بواحد القساوه، بواحد يعني يعني بحال اللي كنشوفوا المراه شيء. نعم. شيء اوبجي، يعني غير ما تجوجش، غير ما صافي، ما يعني غير ما زعما ما تجوجاتش صافي، راه اخر الدنيا، راه ما دارت ما حقاتش والو. نعم. حيت هادشي راه كيأثر على السيدات طبعا. بحالاش يعني بحال دابا، بعد دابا بحال اللي قلتي قبيله عزيزه، دابا كاينين اولويات اخرى. نعم. في الحياه كل وقت وقته. نعم. دابا المراه هي واحد يعني واحد ليليمون امبورطون. نعم. يعني واحد عنصر مهم، عنصر مهم بزاف هي دائما امل، عنصر مهم في المجتمع. إيه؟ غير دابا الدور ديالها ولا يعني عندها مسؤوليات يعني خارج البيت. نعم. بغيت نقول خارج البيت يعني هي الدور ديالها داخل البيت مهم جدا، ولكن خارج البيت دابا ولينا كنشوفوا يعني سيدات وصلوا لواحد يعني مناصب كبيره. نعم. كيقراو. نعم. القرايه كيخصها الوقت. نعم. يعني بزاف الحوايج كاينين بعد منهم اللي كيحاولوا ينجحوا يعني قرايتهم مع حياتهم الزوجيه والاسره، مي كاين اللي ما عندهمش الوقت، اللي الوقت ديالهم كلهم في القرايه. يعني وامل كاين الاولويه ببساطه اللي ما لقاتش يعني الزوج المناسب، ما لقاتش يعني هذاك الشخص اللي كتسناه في المخيله ديالها. ربما ما لقاتش واحد الشخص اللي غادي تبني معاه الحياه الزوجيه بكل بساطه يعني. نعم، هذه نقطه مهمه. شنو هي؟ هي بان ما بقاتش دابا المراه كتجوج باش تجوج. نعم. يعني لا صافي الراجل ها هو. العائلات من العائله تلاقاو في شي بلاصه، يمكن في شي عرس ولا غير بين يعني. دابا كيخصها وحتى الراجل. نعم. الراجل المغربي اليوم. نعم. محتاج يكون واحد العلاقه بيناتهم، يكون واحد الحب بيناتهم. نعم. والتواصل بيناتهم. يتفاهموا بيناتهم. دونك فين ما كيحقوش ديك الشيء ما كيتزوجوش. نعم. لا الراجل لا المراه. دونك بعد المرات كيدوز الوقت. دابا صعاب الحال يعني، الا كانت بحال دابا كتخدم النهار كله. نعم. تكمل مع السبعه د العشيه، فين غتمشي؟ غتدخل لدارها، غتدخل عند والديها. نعم. ولا يمكن ساكنه. نعم. بوحدها، ما عرفتش يعني فين غتلاقى يعني حتى. نعم. حتى وسائل باش يتلاقاو وباش يتعارفوا ولات صعيبه مع المشاغل ديال الحياه. غير علما ان، اسمح لي عفاك عزيزه، علما ان المجتمع ديالنا عاود يعني تا هو عنده القوانين ديالو. نعم. عنده حوايج ديالو، عنده بزاف كاين حدود. كاين. نعم. كاين حدود. نعم. كتصعب. غير هي المشكله امان، انا من خلال الناس اللي اتصلوا بنا في هذا الموضوع. نعم. هذا كتلقى الفتاه او السيده تتعاني، ماشي تتقول لك انا قابله على حياتي وعاجبني حالي وعندي اون كارير، عندي حاجه ما ندير، ولكن المجتمع اللي ما تيخليهاش مهنيه. اللي كيسول فيها، اللي مسكينه، اللي تيقول لها وامتى غتولدي هاد الولاد. هذه مساله ولات يعني كتزعج بزاف الناس. وهي فعلا كتجي بحال كيدخلوا في امور شخصيه. وفي بعض الاحيان امور اللي ماشي بيدها. منين ما غتلقاش هاد فارس الاحلام كي غادي دير؟ غادي تجيبو من بعدا. ما كاينش فارس الاحلام يعني. انا عطيتك غير مثال باش نقول بانه ما لقاتش الزوج المناسب. فهمتي؟ فوالا. يعني علاش شنو كيفاش يعني ممكن هاد السيدات هادو يواجهوا هاد المجتمع هذا؟ احنا في مجتمع عاود مره ثانيه دائما كنعاودها ونعاودها، اللي هو صعيب.
صعيب بزاف. علاش؟ حيت كندخلوا في كل شيء، كنحكموا على كل شيء، كنقولوا الاراء ديالنا في كل شيء، واخا ديالتنا ماشي شغلنا كنقولوا لا ما خصهاش الدار، لا خصها الدار. يعني انا كنقول لقينا متبعين الهضره ديال الناس ما عمرنا ما غنديروا حتى حاجه، ما غنديروا حتى شي حاجه، حتى حاجه. يعني لا تبعنا شنو غيقولوا في حياتنا، وياخذوا قرارات في حياتنا، ما غنكونوش سعداء. هذه الاولى، ما خصناش نكونوا بحال ديك الكره اللي كيلعبوا بها الناس. خاصنا حنا نرجعوا الثقه في نفسنا، نكونوا متيقنين بشنو بغينا في حياتنا وشنو بغينا نحققوا في حياتنا. وديك الساعات انا كنت ثايقه في راسي، راه كنواجه اي واحد غيقول شي هضره ما غنديهاش فيه، باسكو انا عارفه شنو باغا. وعارفه شنو باغا نحقق. ونقطه اخرى عزيزه، علاش كل شيء باغي يدير بحال كل شيء؟ هادشي اللي تكلمتي عليها امان غناخذوه في مكالمه. دابا ناخذوا نقولوا ان تيمونياج، ربما فيه سؤال من عند مريم اللي كتصل بنا من خارج المغرب، من ليون في فرنسا. مريم مرحبا بك. ميرسي بوكو. مرحبا. ميرسي بوكو. مرحبا بك مريم. الو حنا تكلمنا على الموضوع ديال الزواج المتاخر، ديال المارياج تارديف عند السيدات، وربما انت ميم فرنسا كتعاني من نفس المشكل، ياك مريم؟ تنتكلم على النظره ديال المجتمع. طبعا هي ماشي مشكل انه الزواج يتعطل، ولكن من النظره ديال المجتمع. تحكي لينا مريم. هادشي اللي كاين الوغ هاد الموضوع هضرتوا فيه مزيان، يعني قلتوا كل شيء انت والسيده الدكتوره امان. دابا لو كا ديالي بحال لو كا ديال المغربيات بزاف، يعني عندي 36 عام، عندي خدمه، عندي الدار، عندي سيتواسيون سعيده في الحياه ديالي، ما خصني حتى حاجه. غير هي ما بغاش الله باقا ما مجوجاش. الو باقا ما مجوجاش، يعني ماشي من الذنب ديالي، حيت دابا الانسان اللي بغى كيوصل شي حاجه تيوصل ليها. نعم، ما نقولش كيبغي يخدم خدم، ماشي اختيار ديالك، سي با ان شوا اللي درتي انت. لا بيان سور، راه اي وحده كتمنى تتلاقى مع شي واحد. دير وليدات، دير عائله، ولكن ماشي مع نابورت كي، نابورت كوم، باي طريقه. هادشي اللي قلنا مريم. الو مريم، اللي بغيت نعرف هو شنو المساله، كيفاش كطرح لك مشكل، يعني المشكل بالذات فين هو؟ أمان بغيت الدكتورة أمال تعاون البنات بحالنا، تعاوني أنا وتعاون البنات بحالنا، يعني مابقاش عندنا أمان يتبدل المجتمع ديالنا اللي عطى الله عطاه. ما لو بروبليم ديالنا فسرينا كيفاش نقدروا نكونوا قويين بهذوك لي فيكساسيون، بهذوك الفقعات. يعني فين ما مشيتي الناس تيدخلوا لك في حياتك الشخصية، يعني شان ديريكت. يعني شنو كيقولوا لك مريم؟ بحال شنو كيقولوا لك؟ ديجا دابا الناس تيتصعبوا حقا حيت ما مجوجاش، الوغ اذا ما عندكش اون سيتواسيون، تو ني با كيلكان، ماشي شخص ابارونتيير. يعني واخا في فرنسا تيبداو بعض المرات ماشي السلام عليكم، تيبداو نيشان بالسؤال في حياتك الشخصيه، علاش ما مجوجاش؟ نعم نعم. مريم الله يخليك، ما عندكش الوقت باش تجاوبي، وتيبداو نيشان لا واقيلا انت هذه، لا واقيلا انت تتكبري، لا واقيلا انت هذه. قول انايا المشكل اللي عندي عايشه برا، وتيتبعوها بلي كونساي، جيبي شي واحد من المغرب صايبي لي الوراق، قنعي شي واحد. مريم بغيت نعرف الله يخليك، هاد المشكل اللي كتعيشي، هاد الهضره ديال الناس، واش من الناس ديال اليوم، من الفرنسيين ولا من المغاربه؟ من ولا يعني كلشي فوالا، ولا كلهم؟ منين كتجيك يعني منين كتجيك الهضره، من عند من؟ احنا المغاربه والعائله وهذه بلا ما نهضروا عليها، هذه عادي. نعم نعم. لي جون تيحسوا براسهم مقربين ليك، يقدروا يهضروا معاك في اي موضوع. ابخي فلي جون اللي عندهم ثقافه اخرى، لا ميم شوز، غير ايزون ان بو بلوس دو تاكت، كيدخلوا بشويه في الموضوع الا قبلتي تهضري معاهم في حياتك الشخصيه. احنا ديولنا لا نيشان، تقدري تطلعي غير التاكسي، غير التاكسي المرا من الاول كتقول لك واقيلا تشوي هذه، ولا واقيلا زيك، ولا واقيلا تيحكموا عليك. سي ان جوجمون اللي كيديروا ياك. ومريم مريم اللي تضر بزاف هذيك الدخله في حياه شخصيه نيشان ديريكتومون. ومريم عندي كومون بو سو بروتيجي. وي عندي سؤال، عفاك مريم، انت كيفاش كتحسي براسك دابا؟ يعني شنو كتحسي؟ انا كنحس براسي في حياتي، حيت كما قالت عزيزه سي ان شوا، فهمتيني؟ الو انا في لافي العاديه، في خدمتي وفي هذه ومع لي زامي سافا، غير هي المشكل ديالي انا وليت كنتهرب.
من لي مارياج، من لي فيت، من الجميع ديال اللي غنعرفهم العيالات. نعم نعم مريم تنشكرك بزاف، ما نقدروش ناخذ اكثر من هكذا. تنشكرك بزاف بزاف على هذا التيمونياج ديالك. انا اللي كنشكركم. ميرسي بوكو. ميرسي مريم. شكرا. فوالا انا كنت بغيت يعني مريم اننا ناخذها لانني تكلمت معها قبل في يعني وحنا كنوجدوا البرنامج. عندها ان ريزونمون تبارك الله عليها، واحد السيده اللي متوازنه في دماغها، يعني كتمنى اي وحده تكون بحالها، ولكن تتعاني من هذه النظره ديال المجتمع ميم اون فرانس تما من عند المغاربه، علاش ما تجوشيش؟ ولدرجة انت سمعتي قالت لك جيبي شي واحد وديري ليه الاوراق. شوف هي واحد المشكله عويصه وبزاف ديال السيدات كيعانيوا منها. يعني سي علاش هذا الشيء؟ عاود غنرجع من التربيه. نعم. ملي كتكون البنيته صغيره كيقولها يو فين غتكبري غديري الدار ديالك وغديري وليداتك وهذا فين فهمتيني؟ يعني كنعطيوها واحد النظره، واحد الفكره بانها ما تقدر تفرض ذاتها وتكون كامله. راهي هي قالت مريم واحد الكلمه اللي هي يعني شنقول لك مهمه بزاف. قالت لك كتحس براسها بحال اللي ماشي كامله. نعم فهمتي؟ يعني الوغ كو الراجل ما غايقولش هذه الكلمه، ما غايشرحش هذه الحاله. نعم. بهذه النوعيه. نعم. بهذه. نعم. علاش؟ حيت يقولها ايوا وغاديري الدفعه اللي غات علاش غاتكاي اللي غاتحميك. نعم. يعني كاين بزاف ديال الكلمات اللي حنا كن ديك البنيته حتى في الافلام. حتى في لي ديسان زانيمي. نعم. ديزني بحال ديزني بحال المهم. نعم. بحال لي ديسان زانيمي بحال لي ديسان زانيمي بعدا. نعم. كنعطيو ديك الفكره ديال البنيته لا برانسيس غيجي واحد. انا قلت لك فارس الاحلام، شتي دابا حنا اوني فورماتي على الافكار هذه. علاه قلت لك ما كاينش فارس الاحلام؟ ما عندناش الوقت بزاف امل. غادي نرجعوا لهذا الموضوع في الراديو ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع. غير هو مثلا نصيحه هكا باش ربما انا كيبان لي هنا غتعطي نصيحه للمجتمع كامل، ماشي فقط غير الفتيات اللي كيعانيو من هذه المساله. ماشي اللي كيعانيو، ما خصنيش نقول اللي كيعانيو، اللي مازال ما تزوجوش باغ شوا ولا باغ نيسيسيتي. غير هو كيفاش يعني ما نضروش بعضياتنا. نعطي نصيحة للآباء والأمهات، ربيو بناتكم باش يكونوا تايقين في نفسهم ويفرضوا ذاتهم وما يكونوش كيديوها في هضرة الناس. نعم. وماشي الزواج سمة الحياة. مزيان، ولكن لما تحققش وما كانش مكسب ما خصناش نحكموا على هاد البنات وهاد السيدات. راه المرأة كاملة ككل بحال الراجل كامل ككل، تجوجوا ولا ما تجوجوش. نعم. تنشكرك بزاف امل. هذا الموضوع غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في نهايه. نعم. الاسبوع على امواج راديو دوزام. يمكن لكم تصلوا بنا باش تكلموا مباشره مع الدكتوره امل شباش. عندكم اسئله هكذا في هذا الموضوع هذا او اي موضوع اخر، غادي نتلاقاو غدا بموضوع جديد مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. غنتكلموا على العنف وتاثيره على الاطفال. تنشكركم على حسن المتابعه. الى اللقاء.